السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء، يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله. أعزائي المتابعين، مثل ما عودناكم كل يوم، عندنا قصة جديدة، حكاية جديدة، فيديو جديد. خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم بقناتكم، قناة الرعب هيرولكس. قصتنا اليوم من مصر، بحكيها صاحبها بقول بأصعب أيام فصل الشتاء قرر أبوي وقتها، كنت صغير أني، أنه روح لعند عريف لأنه في أعمامي هناك عشان يناقشهم بأمور هامة. وظل عند عمي لساعات طويلة قضاها معه بمناقشات أني أصلا ما بفهم منها أي شيء، حتى احتدم الأمر بينهم ووصل أنهم يعلوا صوتهم على بعض. هون قرر أبوي مغادرة المكان ويرجع على المدينة اللي احنا ساكنين فيها. بس الساعة صارت يعني بوقت متأخر من الليل، وعرض علي عمي انه بات عنده هالليلة بعدين يروح ثاني يوم الصبح، بس ابوي اصر على موقفه. الامر اللي ما كنا عاملين حسابه هو انه بهالساعة هاي، مو بهالساعة هاي وقبل ساعات كمان، ما في أي وسيلة مواصلات عشان ننتقل فيها للمدينة. بس مع إصرار أبوي دبر لنا عمي سيارة هاف لوري عشان تنقلنا لأول الطريق العمومي، ومن هناك بنقدر ندبر حالنا. وصلنا للطريق الرئيسي وشكرنا السائق، وبدأ أبوي يأشر للسيارات المرة، وما هي إلا لحظات حتى توقفت قدامنا حافلة باص يعني تابعة لأحد الشركات، وصعدناها مع بعض. بعد ما سأل أبوي رجل نزل من هالباب عن إذا كانت ذاهبة لمدينتنا، فقال له نعم هي رايحة لنفس المدينة. قعدنا حوالي ثلث ساعة وكنت أني قاعد جنب الشباك، ولاحظت وقتها أننا بنمشي بالطريق غير الصحيح، فنبهت أبوي على هالشي هذا اللي انزعج وقتها وتوجه مباشرة للساق وقال له ليش أنت طالع على المسار الرئيسي على المدينة، فقال له أنه متوجه لمدينة ثانية. فهون أبوي تعجب وسأله أني سألت شخص كان نزل من هالباص قبل ما أصعد عن وجهة الباص، فقال لي أنها متوجهة للمكان اللي أني رايح عليه، فشلون هيك يعني؟ هون السائق ضحك، قال اصلا اني لما وقفت ما وقفت انزل حدا، اني وقفت رأفة فيك انت وابنك، لما اشرت لي وقفت لك. هون ابوي وصاحب القصة ابوي صاب الذهول المختلط بالغضب للي قالوا هالسائق، فطلب منه مباشرة انه ننزل، واشر لي ابوي عشان انزل معه. وقف السائق بعد ما صار يضحك بسخرية من أبوي وقال له إذا انزلت لهون هون ما عاد ترجع لبيتك الليلة. المهم انزلنا من الباص وصار يعني أبوي أصابه الملل وأني أصابني الرعب، لأنه الطريق كان مظلم وأني صغير بالسن أصلا. الطريق مظلم وفيه ضباب، حتى أن أني وأبوي يعني بالكاد بنشوف بعضنا البعض. مشينا دقائق حتى مرينا بقنطرة صغيرة بتجمع عندها بعض القرويين اللي شعلوا نار بالحطب وصاروا يسهروا هناك بهالطريقة. سلمنا عليهم وسألهم أبوي عن الطريق، فخبروه أنه إذا انتهى من هالشارع هذا اللي إحنا فيه فراح يلاقي طريق بتمر منه السيارات المتجهة للمدينة تبعتنا، أما حاليا فما من سبيل عشان يقطع الشارع إلا إنه يمشي، يعني ما في وسيلة نقل توصلك على الشارع الرئيسي، بدك تمشي مشي.
هون أني سألتهم عن طول هالطريق، فرد علي واحد منهم وهو عم يضحك بشكل غريب إنه قدامنا 20 كيلومتر عشان نمشيها مشي. وقتها بس لما قال لي وشوف الضحكته المخيفة، شفت بعيونه حمرة غريبة، حمرة بتلمع، عيونه لونها أحمر عم تلمع بشكل غريب. فالتفت لزملائه فلقيت بيهم نفس العيون. الأمر هذا خلاني أقول لأبوي خلينا نمشي بسرعة. بدأنا بالمشي وأني صرت يعني بغاية التعب والإرهاق الممزوج بالرعب من هالطريق هذا، ومع هبوب ريح باردة جاية من ورانا وإلها صرير وصفير يعني قوي جدا كأنها 1000 شبح عم بيطاردنا. هون أني بدأ جسمي يرتجف مش بس من البرد، مع أصوات بدأت أسمعها ميزتها أذاني عن طريق عن صوت الريح، يعني غير صوت الريح في صوت ثاني، وبدت إلي كأنها صوت ضحكات عم تشمت فينا من حالنا، صادرة من عجوز خبيثة مثل ضحكات اللي بأفلام الكرتون للسحرة، يعني هذا تشبيه. وقلت بنفسي من المؤكد إني بتوهم، فسألت أبوي عن هالصوت إذا كان عم يسمع هذيك الضحكات مثلي. هون أبوي شرد ذهنه لثواني وحسيت بتغير لونه مع يعني الشيء شفته هذا رغم الظلمة، بس كان مشعل سيجارة وملامحه بينت لي من ضوء السيجارة. بعدين استدرك وكأنه بيحاول طرد فكرة رهيبة دارت بذهنه ووجه إلي اللوم على إني بتوهم، يعني زجرني لما قلت له أني هالكلام هذا. هو بيسمع نفس الصوت بس مشان ما يخوفني هو صيح علي وقال لي أنت عم تتوهم. بس مع تكرار هاي الضحكات بين فينا وأخرى واللي ما بعرف مصدرها أو من أي جهة بتطلع علينا، استمرينا بالمشي ومضى على مشينا وقت طويل، يعني من طوله يعني أو أنه أنا من الخوف كنت أحس هيك كأنه سنوات. مش بس سمعنا أصوات، فجأة طلع من بين الشجر اللي على جنب الطريق اللي على اليسار واللي على اليمين حيوان أجلكم الله بيمشي على أطرف 4 أطراف بس بيرتفع عن الأرض بمقدار كبير وفاتح فكه وبارز أسنانه وعيونه بتلمع برغم الظلام اللي بنعيش فيه، بس بدأ بيمشي ناحيتنا وكأنه مصر على الشر إلنا. بعدين مشى مرة بجنب أبوي ومرة قدامنا ومرة بجنبي ومرة من ورانا. أبوي وقتها خبرني إنه هذا ذئب ولولا إشعاله للسيجارة لا انقض علينا وافترسنا. هون أبوي بهالوقت كان يحرص على إنه دائما يشعل السيجارة الوحدة تلو الأخرى بدون ما يطفيها لأي وحدة، ومسك بإيدي عشان ما أبتعد عنه. وبعد مطاردة هالذئب هذا الشرس إن بعض الوقت اللي طبعا مش قليل راح عننا بسرعة وهو عم ينظر وراه وكأنه في شيء عم بيطارده. هون أبوي نظر ناحية اللي كان بينظر له هالذئب هذا، وإذ بامرأة عجوز بتنادي على أبوي بصوت مبحوح وبتشاور له إنه تعال. بالبداية أبوي تردد للحظة، بعدين قرر إنه روح لعندها وهو متعجب من أمرها. سمعتها بتقول له امشي بطريقك أنت وابنك من غير ما تلتفت وراكم وإلا راح يأخذوكم من غير رجعة، وراح تصل بإذن الله لنهاية الطريق بوقت قصير. هون أبوي سألها مين اللي راح يأخذونه وليش؟ ردت عليه إنه لا تسأل ولا تحاول ولو للحظة النظر
لوراك، وإلا وقع المحظور وبصير ما لا يحمد عقباه إلو إلك ولابنك. فشكرها أبوي، بعدين انصرفنا وكملنا مشينا، وبعد دقائق قليلة وأثناء المشي حسينا في مين عم يسرع بمشي ورانا وأصوات ناس عم تلهث من الجري. هون أني كنت بدي ألتفت وراي عشان أشوف شو اللي بصير. ضغط أبوي على كفة إيدي بقوة وقال لي لا تلتفت وراك، أنت ما سمعتش شو الحرمة قالت؟ وكأنه صدق كلامه. وفعلا بعد بضع دقائق معدودة مرت علينا أثناء المشي بعد مقابلتنا لها العجوز، إحنا بنحس بمين بيطاردنا من ورانا ونمشي ونسرع بدون ما نلتفت للوراء. لقينا على مرمى البصر أضواء تبين إنه بعدين إنها أضواء الطريق العمومي اللي ماشيين علشان. فحمدنا رب العالمين وبدأنا نسرع الخطى، يعني صرنا سرعنا المشي حتى نوصل هالطريق. ومن وقتها بدأ صوت المطاردين ورانا يخف شوي شوي، مو بس يخف كمان كان يبتعد عنا، وأصوات الناس عم تطلع معه وكأنها يعني عم تصرخ وتتحسر إنه مشينا وما التفتنا ورانا. وصلنا للطريق الرئيسي وأخذنا أني وأبوي نأشر للسيارات اللي بتمر، حتى وقفت قدامنا سيارة ميكروباص. نظر هالسائق ناحيتنا وهو مذهول ومتعجب، وقول لأبوي أنتوا شو عم تعملون ومن أي طريق اجيتوا؟ قال له أبوي أنه اجينا من هالطريق هذا اللي كنا فيه وما بعرف وين بيصير أصلا. هون السائق حمد رب العالمين إنه على إننا وصلنا بخير وسلام، وأعطانا مي وخبرنا إنه رايح على نفس المدينة تبعتنا. بعدين خبرنا بخبر عجيب ومرعب، وهو إنه خروجنا من هالطريق هذا هو بحد ذاته إعجوبة، نظرا لأن الطريق مسكونة بالجن وكثير من الحوادث اللي صارت فيه واللي راح ضحيتها عدد كبير من الناس. مش بس هيك، كمان تجار المخدرات كانوا بيلاقوا بهالطريق ملجأ لهم، حتى عزفوا عن هالشيء هذا. يعني كانوا تجار المخدرات ياخذوا من هالطريق ملجأ نظرا ل يعني انه بعيد ومظلم، بس بعدين ما عاد راحوا على هالطريق لانهم كانوا ثاني يوم الصبح بيلاقوا واحد منهم ميت، وبالذات اذا كان عليه مناوبة الحرس والحراسة لهم بالليل، وعلى وجهه يعني علامات الفزع والخوف، أو كان في حدا منهم بيختفي بدون ما يعثروا عليه. حتى الشرطة واللي كانوا على علم باتخاذ تاجري المخدرات جوانب هالطريق ملاذ لهم، إلا أنهم كانوا ما بيجرؤوا على أنهم يدخلوا هالطريق. وخبر أبوي السايق أنه لازم ما يقول له هالشي هذا، يعني ما لا يتكلم هالكلام هذا قدامي لأني بعدني طفل حتى ما أخاف. المهم هون السايق ضحك وقال إنه إلكم عمر جديد، أو إلكم بعد عمر بدكم تعيشوه نظرا لنجاتنا من هالطريق هذا، ومكافأة منه إنه على هيك فإنه ما راح يأخذ مننا أجرة بمقابل إيصالنا للمدينة. وصلنا بحمد الله تعالى لمدينتنا بسلام عند طلوع الفجر، واللي اصلا ما صدقت اننا مضينا هالليله الماضيه بهذاك الرعب المميت، واننا رجعنا للبيت منه بسلام ولله الحمد. اعزائي المتابعين، لهون انتهت قصتنا. ان شاء الله تكون حاسة على اعجابكم، يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناه، تسجيل الاعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد، ولا تنسوا التعليق حتى لو بكلمه. دمتم بخير، السلام عليكم.